معنى الآية الكريمة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سميت سورة الفاتحة بهذا الاسم منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي فاتحة الكتاب، وبها ابتدأ الله تعالى القرآن الكريم لفظا وكتابة، وبالفاتحة تفتتح الصلاة، وقد قيل إنها أول سورة نزلت من السماء كسورة كاملة. ويتساءل الكثيرون عن معنى آيات سورة الفاتحة، وخاصة معنى آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين الواردة في نهاية السورة. إن معنى آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو إيضاح الفئة التي سترشد للصراط المستقيم، وهو طريق الهداية والصلاح، وهم الذين أنعم الله تعالى عليهم بفضله، وهم أهل الصراط من الأنبياء والصديقين والصالحين من المؤمنين. وأما المغضوب عليهم فهم الذين عصوا الله تعالى واستخفوا بعقابه والتفتوا للدنيا ونسوا الآخرة، فاستحقوا غضب الله تعالى عليهم. وفي الآية نوع من التأدب من الله تعالى من خلال إلحاق أفعال الإحسان والخير لاسم الله تعالى، وفعل الغضب باسم المفعول مغضوب. ثم تنتهي الآية بحرف النفي لا، للتأكيد بأن من هدي للصراط هم عكس المغضوب عليهم ولا الضالين، أي عكس الضالين. وقد ذكر العديد من المفسرين أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، وقد ورد بتفاسير أخرى أن المغضوب عليهم من جحد الحق رغم علمه به وقرر تركه وعدم العمل به، والضالين هم الذين انحرفوا عن الطريق فانغمسوا في الضلال.